أهلا بكم في حلقة جديدة من كورس إلكتريكال باور توتوريال القوة الكهربية لطلبة هندسة إعداد المهندس كرولس رفعت. في حلقة النهاردة هنستكمل الحلقات السابقة، ودي تعتبر بارت 3 من ستار تو ستار كونكشن، أو يطلق على ستار كونكشن اللي هو الواي كونكشن. وهناخد 4 كيسز، 2 كيسز خاصين بالبالانس لود اللي هو مرة 3 واير ومرة 4 واير كونكشن، وكيس 3 و4 خاصين بالانبالانسد لود، وفيها هيبقى 3 واير كونكشن و4 واير كونكشن. وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده هناخد ستار تو ستار زي ما انتم شايفين في الرسم كده. في البدايه هناخد لمحه سريعه او عرض سريع للوحه القدره الكهربيه ذات التيار وفرق الجهد ثلاثي الاوجه 3 فيز اي سي باور بانل، وهنشتغل على دايره باور او لوحه باور كبيره عشان نعرف المفاهيم بالتفصيل. اما في الحلقه السابقه اشتغلنا على كت صغيره بتيارات وفولتات صغيره جدا، النهارده هنشتغل مع 3 اي سي فيز عشان نتعامل مع التيارات اللي بنتعامل معاها في البيت والمصانع. بعد ما اشتغلنا على الكت الصغيره ستار تو ستار كونكشن هنشتغل على اللوحه الكبيره الخاصه بالباور. طبعا زي ما انتم شايفين اللوحه كده، عندنا اول حاجه ده الكونتاكتور بتاع الثري فيز اللي جاي من الجنريتور اللي هو قلنا ستار كونكشن، زي ما قلنا في الليدات بيان هنا معانا. هنا الفيزز او اللودز عندي 3 لود اهو، البرانش ده كله يعتبر لود، والبرانش ده والبرانش ده عندي 3 برانشز كلود. طبعا التلاتة برانشز ممكن اوصلهم ستار او دلتا، احنا هنشرح النهارده ستار. ستار عشان اعمل كونكشن بين التلاتة كستار الكونتاكتور بتاعي اللي بيوصل التلاتة، فبالتالي لما بيوصل التلاتة بيبقى عندي كومن، يبقى ادي التلات اطراف بتاعين اللود بيعمل كونكشن ما بينهم. خلي بالك في كومن هنا ده خاص باللود، ده الكومن بتاع اللود. قلنا ده الكونتاكتور بتاع الجنريتور، في كومن بتاعه جاي من هنا، الكومن اهو ده الكومن بتاع الجنريتور. وعندي هنا التلاتة برانشز دول زي كلود قلنا انهم مفتوحين هنا، فعشان اوصل التلاتة لود بالتلاتة لاين خلي بالك ادي التلاتة لاين، عشان اوصل ما بينهم اول حاجة النقطتين دول مفتوحين هنا، موصل ما بينهم انا سويتش اللي هو السويتش ده، تمام؟ انا كده قافله، يبقى النقطتين دول مقفولين. راح للبرانش الاولاني، البرانش الاولاني النقطتين دول مفتوحين، فانا بقفلهم كده، تمام؟ كده يبقى كده جاي هنا المفتاح ده مقفول، هيروح للبرانش كده يبقى شغال. نفس النظام ده اللاين التاني، النقطتين دول عبارة عن السويتش التاني اهو مقفول في الوضع القفل كده، رايحين للبرانش التاني. البرانش التاني طبعا الكوبري ده انا عامله بحيث ان انا اقفل البرانش التاني. البرانش التالت اهو لاين تلاتة مع السويتش التلاتة مقفول اهو، النقطتين دول ما بينهم السويتش ده مقفول، رايحين ليه. بص كده الخط هنا على البرانش تلاتة عندك، وقلنا التلاتة برانشز متوصلين مع بعض كستار كونكشن. ستار كونكشن بيطلع هنا النيوترال بتاع اللود، تمام؟ ومعايا هنا طبعا الترانسفورمرز وكونتاكتور خاص بالدلتا، احنا مش هنشتغل دلتا النهارده. زي ما قلنا هنبدا دلوقتي، انا هشتغل ستار، يبقى اول حاجه اتاكد ان الدلتا مفصول عندي في لوحه الباور. هشغل ستار، هرفع ده لفوق كده، هو كان بيكون نازل انا برفعه فوق كده، انا وصلت كده ستار. ابتدي اوصل او ارفع عندي الجنريتور زي ما انتم شايفين كده، التلاته نور. هنلقى التلاته بنفس الاضاءات عشان عندي بالانسد لود. خلي بالك انا ضايف في كل برانش ملف ولمبه صغيره، دي عشان اقدر احقق بيها الامبالانس لود ان انا بضيف واطلع منه، تمام؟ ممكن اضيف الملف او اللمبه واطلعهم برده من البرانش. انا في البرانشات عندي الاثنين دول ثابتين داخلين، اما دول مش داخلين خالص، انا هبتدي ادخلهم عن طريق السويتشات دي. يعني هنا الملف السويتش ده بيدخله ويطلعه، اللمبه دي المفتاح ده بيدخله ويطلعه، نفس النظام الملف ده المفتاح ده بيطلعه ويدخله، واللمبه دي المفتاح يدخلها ويطلعها. دي بالنسبه للدايره، انا مطلع كل الجنب ده، انا موصل بس الثلاث مين ثلاث لمبات عندي دول هنا. هنبتدي دلوقتي، خلي بالك انا مش موصل النيوترال بتاع اللود مع النيوترال بتاع الجنريتور، مش موصله، يبقى كده انا شغال 3 واير، وطول ما اللودز متساويه يبقى بالانسد لود، يبقى انا شغال ستار تو ستار بالانسد لود 3 واير. هنبتدي نقيس الفولتات والتيارات للثلاثه. هنبتدي نقيس الفولت هنا، يبقى بظبط الفولت اي سي، ما تنساش لازم يبقى رمز اي سي، وهنا الاحمر على فولت والارضي على الارض. هنقيس الفولتات بتاعت اللاينز عندي هنا كده، والفولتات بتاعت الفيزز، تمام؟ عشان اقيس الفولت بتاع الفيز بعمل ايه؟ اجي على طرف الفيز هنا، على الطرف هنا، بص كده معايا كده، انا وصلت على طرف الفيز. هروح للنيوترال بتاع اللودز، التلاته لود قلنا النيوترال بتاع اللود هنا، تمام؟ كده
الفولت عندي عبارة عن 200 و 222 او 220، هو نفس الفولت بتاع السبلاي. تمام كده، ده الفولت بتاع الفيز الاول. طيب لو انا عايز الفولت بتاع الفيز الثاني، بثبت النيوترال هناك مش بغيره، بروح على النقطة الثانية اللي هنا دي. تمام كده برضو تقريبا 220 او 228 عشان في تولرانس في اللمبات عندي. نروح للود الثلاثة، هنوصل هنا كده كده 230 تقريبا، كلهم قريبين من بعض، يبقى الثلاثة فولت الخاصين بالثلاثة فيزز عندي في اللود متساويين، هو نفس فولت بتاع مين الجينيريتور عندي، ما فيش اختلاف. طب لو انا عايز اقيس الفولت بتاع اللاين تو لاين، اقيسه ازاي؟ احط طرف هنا كده على بدايه اللود الاولاني مع بدايه اللود الثاني كده، يبقى انا بجيب الفولت باللاين ولاين، مديني تقريبا 395. هو فعلا جذر 3 مضروب في 220، اضرب جذر 3 في 220 يطلع لك الفولت لاين اللي هو تقريبا 395 او 400 فولت. طيب بين اللاين الاول والثاني، طب بين الثاني والثالث، متساوي اهو 395. طب بين الاول والتالت 300 برضو تقريبا 95، مفيش اختلاف. خلي بالك فولتات اللاين عندي هنا في الستار كونكشن التلاته متساويين عشان عندي بالانس لود، عندي 3 واير. تمام ده بالنسبه للفولتات. ما انساش كمان هروح هقيس الفولت بين النيوترال والنيوترال، بين النيوترال الخاص باللود والنيوترال اللي خاص بالجنريتور تقريبا 4 فولت. قلت له يا باشمهندس ده طالع فولت من زيرو، هقول لك ما هو الاربعه بالنسبه لل 220 تقريبا زيرو. تمام يبقى ال 4 فولت دي بالنسبه لل 220 تقريبا زيرو. تمام كده انا قست الاربع فولتات زي ما قلنا، قسنا الفولتات بتاعت فيز واللاين وبين النيوترال والنيوترال. هنروح نقيس التيارات، عشان نقيس التيارات انا هقيس التيار بتاع الفيز في الستار كونكشن. تيار الفيز هو نفس تيار اللاين، خلي بالك انا شغال ستار تو ستار بالانس لود 3 واير فقط. هنقيس التيارات عندنا، عشان اقيس التيار بفتح المسار بتاع اللود. تمام اهو بفتح المسار هنا كده وبروح احط الاميتر، خلي بالك هنا التيار هيبقى عالي، فتيجي على الاميتر الاسمر على الارضي هنا على وضع 10 امبير، 10 امبير الحمراء، وما تنساش تظبط هنا الساعه على وضع امبير، هيطلع لك هنا دي سي. لا طبعا من فانكشن تغير تخليها اي سي. تمام هنبتدي دلوقتي نوصل ده الاميتر كتوالي في البرانش الاول. طبعا هنا لازم تاخد بالك عشان شغال مع 3 فيز، اوصل كده النقطه دي مع النقطه دي. تمام هنلقى هنا طلع تقريبا 6 من 10 امبير، ده تيار الفيز، تيار الفيز. تمام نشيل تاني نوصل هنا. هنرجع تاني، ده انا قسنا تيار الفيز. تيار اللاين فين من فين لفين؟ من طرف اللاين واحد كجنريتور رايح للفيز الاولى او اللود الاول. اعمل ايه؟ المسار ده شايفينه، باجي اوصل هنا كده وهنا. تمام طيب انا كده المسار بين النقطتين دول انا عامل سويتش اصلا، والسويتش ده مقفول، فبالتالي التيار المفروض يبقى زيرو، لان انت بتقيس تيار على ايه؟ على الشورت سيركت. فانا بعمل ايه؟ بروح فاتح المفتاح. تمام تقريبا برضو نفس القراءه تقريبا ايه زي ما قلنا تقريبا 7 من 10 امبير. تمام او 6 69 من 100. ده تيار اللاين. هنلقى تيار اللاين اللي هنا هو نفس تيار الفيز اللي انا قيسته، مفيش اختلاف، فبالتالي انا مش هقعد افصل لكل فيز، لا مباشره هبتدي ارجع ده تاني كده، هروح لللاين التاني، تيار اللاين التاني كده، هنقل على اللاين التاني، مجرد بس المفتاح اللي كان عامل شورت سيركت هنا هفتحه وابتدي اقيس التيار. بص كده 65 من 100 او 69 من 100، نفس القراءه، وبالتالي هو نفس تيار الفيز التاني. تمام هروح للبرانش التالت، نرجع الوضع زي ما هو، ادي البرانش التالت، ده تيار اللاين بتاع برانش تلاته. تمام هنفتح المفتاح عشان اخلي الاميتر هو اللي يبقى توالي في الدايره تقريبا 6 من 10 او زي ما انتم شايفين كده. فبالتالي كده نرجع تاني كده عرفنا ان تيارات اللاينز الثلاثه متساويه، وتيار اللاين بيساوي تيار الفيز في ستار تو ستار كونكشن. تمام طبعا انا مش هقيس تيار بين النيوترال هناك والنيوترال اللي هناك، ليه؟ لان الدايره مفتوحه فما ينفعش اقيس تيار، انا قيست فولت بس كفايه. هنعيد التجربه الثانيه مع 4 واير، اوصل 4 واير، يبقى اوصل النيوترال اللي هنا بتاع الجنريتور مع النيوترال بتاع اللود،
يبقى ده النيوترال بتاع اللود مع النيوترال بتاع الجنريتور، كده انا عملت فور واير. تمام. طيب هنعيد كل القياسات تاني، هنروح نجيب الفولت ميتر ما تنساش تبقى ظابطه على وضع فولت اي سي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقيس الفولتات بتاعت الفيز. يبقى فولتات الفيزز عشان اقيسها، اول حاجه باخد ده مع النيوترال بتاع اللود، تمام، واجي هنا الطرف الثاني مع بدايه الفيز. فولت الفيز 226 تقريبا ما فيش اختلاف، ده الفيز الاولى. الفيز الثانيه 226. الفيز الثالثه 226. تمام. يبقى الثلاثة فولت للثلاثة فيزز متساوي. ليه؟ لان انا شغال بالانس بلود. تمام. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ لو قست الفولتات بتاع اللاينز بين اللاين واللاين هي نفس الفولتات بتاع الجنريتور، مفيش اختلاف، مش هنقيسها تاني. طب لو انا رحت قست الفولت بين النيوترال بتاع اللود والنيوترال بتاع الجنريتور هيطلع لي 0 فولت زي ما انتم شايفين. من شويه مع الثري واير كانت طالع 4.3، لا هنا 0 لان انت بتقيس الفولت على شورت سيركت. تمام. ده بالنسبه للفولتات. يبقى الفولتات متساويه برضو، ما فيش اختلاف بين الثري واير والفور واير من ناحيه الفولتات حاله البالانس لود. هنروح نعيد قياسات التيارات، هبتدي اقيس التيارات. قلنا تيار الفيز هو نفس تيار اللاين، فانا مش هفصل الفيز، مجرد ان انا افصل اللاين. هنقيس التيارات برضو ما تنساش على وضع الامبير اهو، وادي اي سي. تمام. هنبتدي نقيس التيارات، بدل ما اقيس تيارات الفيزز وافصل زي ما قلنا هي نفس تيارات اللاين ما فيش اختلاف، فمجرد ان انا احط التيار هنا الاميتر هنا توالي اهو في البرانش ده، والسويتش اللي كان عامل شورت كده افتحه تقريبا 66 من 100 امبير. نرجع تاني بالسويتش، هنروح للبرانش التاني اهو، هنفتح السويتش اهو تقريبا 65 من 100 مفيش اختلاف. هنروح للبرانش التالت نفتح كده، عندنا كام؟ 65 برضه، التيارات متساوية عندي، ده تيار اللاين بيساوي تيار الفيس. هنروح تاني نقيس التيار بين النيوترال بتاع النيوترال بتاع اللود والنيوترال بتاع الجنريتور، مجرد ان انا لازم افتح المسار لان معروف ان الاميتر بيتوصل توالي. اجي هنا كده من النقطه دي ومن النقطه دي، خلاص تقريبا عندي 1 من 100 امبير، يعني فرنج 10 ملي امبير تقريبا يقترب من الزيرو لان عندي بالانسد لود. احنا شرحنا طبعا في التجربتين اللي فاتوا بالانسد لود، لان عندي الثلاث لمبات دول او الثلاثه برانشز اللي فيهم 6 لمبات دول متساويين، فانا هبتدي ادخل الجزء ده معايا عشان اعمل انبالانسد لود. خلي بالك قلنا الملف ده بعمل بيه شورت عن طريق السويتش ده، واللمبه بعمل بيها عليها شورت عن طريق السويتش ده، فهبتدي ان انا اغير في البرانش ده. ازاي؟ هدخل الملف في البرانش الاول، بص كده الاضاءه اتغيرت اهي. البرانش الثاني هدخل بس اللمبه، هو كده انا عامل شورت عليها، لما افتح كده اللمبه تدخل معايا في الحزب. بقى الملف ده فيه البرانش ده فيه لمبتين والملف، البرانش ده فيه لمبتين ولمبه هنا، البرانش ده فيه لمبتين بس، كده عندي انبالانسد لود. هنبتدي نقيس الفولتات والتيارات عندي في كل حاجه. خلي بالك انا شغال هنا مش موصل نيوترال مع النيوترال، لا مفتوحين، يبقى كده انا شغال 3 واير ستار تو ستار كونكشن انبالانسد لود. هنبتدي نقيس الفولتات والتيارات دلوقتي. هنقيس الفولتات عندنا، يبقى زي ما قلنا بنروح للنيوترال بتاع اللود هنا النقطه دي، وهنوصلها مع النقطه دي هنا. تمام. كده انا بيس الفولت تقريبا 253، هننقل عالي شويه، يعني الفولت هنا عالي شويه عن 225 او 220 المره اللي فاتت، بقى اعلى شويه. خلاص ده فولت الفيز، فولت الفيز. تمام. مجرد بس ان انا انقل النقطه دي على البرانش اللي بعده، بصوا كده 185 الفولت قل. تمام. هنا النقطه دي 244، يبقى ده كان اعلاهم في الفولت، ده اقلهم في الفولت، ده ما بينهم. تمام. طيب ده الفولتات بتاعت الفيزز. لو انا عايز الفولتات بتاعت اللاين مش محتاج اقيسها، خلي بالك فولتات الفيزز هنا في الثلاثه لا يساوي الفولتات الفيزز بتاعت الجنريتور. تمام. لكن الفولت بتاع اللاين تو لاين للثلاثه، بص كده 394، هو نفس الفولت بتاع اللاين تو لاين بتاع الجنريتور، مفيش اختلاف. تمام. لو انا نقلت ده هنا برضه تقريبا 393 متساوي تقريبا، مفيش اختلاف. لو نقلت ده في الاول
يبقى برضو 395. يبقى الفولتات بتاعت اللاينز للثلاثة بيساوي الفولتات اللاينز بتاعت الجنريتور، ما فيش اختلاف، لكن الفولتات بتاعت الفيزز للثلاثة لا يساوي الفولتات الفيزز بتاعت الجنريتور، في اختلاف. خلي بالك انا باكد تاني، انا شغال 3 واير بس، نيوترال بنيوترال مش متوصل، فبالتالي لازم اقيس الفولت بتاعه. اقيس الفولت ازاي؟ يبقى اروح هنا بين النيوترال بتاع اللود مع النيوترال بتاع الجنريتور، هقيس. بص كده طالع ايه؟ 40 فولت. 40 فولت دي كبيره بالنسبه ل 220، 40 فولت، فما اقدرش اقول زيرو هنا، ما ينفعش. ده الفولت بين النيوترال بتاع اللود والنيوترال بتاع الجنريتور زي ما انتم شايفين كده. ده انا قست الفولتات. هنبتدي نقيس التيارات في نفس التوصيله. التيارات طبعا ما زلت باكد تاني، انت ظبط ال 10 امبير واي سي. هنبتدي نقيس التيارات. قلنا التيار الفيز هو نفس التيار اللاين في الستار كونكشن، مجرد بس ان انا اوصل بين النقطه دي والنقطه اللي هنا دي، انا كده بقيس تيار اللاين. اللاين الاول هو نفس تيار الفيز الاول، مجرد بس ان انا افتح السويتش هنا. طبعا هنا تيار اللاين او تيار الفيز هنا في الفيز الاولى طلع تقريبا ايه يعني 6 من 10 تقريبا. خلاص هنبتدي نرجع ده لاصله، هنبتدي ننقل على البرانش الثاني ونفتح المفتاح ده. بصوا كده تقريبا 3، في اختلاف في التيارات طبعا. نرجع هنا كده، نفتح المفتاح تقريبا يعني 65 او 63 من 100 امبير. تمام، لو لاحظنا التيارات مختلفة في الثلاثة. نرجع لأصله، نشيل ده. طبعا زي ما قلنا تيار اللاين هو نفس تيار الفيز هنا، وهي مش هقيس التيار بين النيوترال والنيوترال لان النقطتين مفتوحين. هنبتدي كده خلصنا الانبالانس لود بس 3 واير. هنعيد التجربه تاني مع الفور واير. الفور واير ان انا اوصل النيوترال هنا بتاع اللود مع النيوترال بتاع الجنريتور كده. هنقيس الفولتات مره ثانيه. هنبتدي نقيس الفولتات عندنا هنا على وضع فولت اهو، واي سي ما تنساش. هنوصل كده هنا النقطه دي، وهنوصل النيوترال بتاع اللود النقطه دي. تمام كده تقريبا 225، هي نفس الفولت بتاع الجنريتور، خلي بالك بتاع الفيز. تمام، طيب هبتدي انقل هنا على النقطه اللي بعدها. 225 مفيش اختلاف. على النقطه اللي بعدها 225 مفيش اختلاف في الثلاثه. تمام، طبعا لو انت قست الفولتات بين اللاين واللاين هتلاقي نفس الفولتات بين اللاين واللاين بتاع الجنريتور، مفيش اختلاف عن القراءات السابقه. لاحظنا هنا ان الفولتات بتاع الثلاثه فيزز متساويين، على الرغم ان الثلاثه فيزز عندي اللود بتاعتهم مختلفه، ده بسبب ان انا موصل النيوترال بتاع اللود مع النيوترال بتاع الجنريتور. تمام، طيب هنبتدي دلوقتي نروح نقيس الفولت بين النيوترال والنيوترال. هنقيس الفولت بين النقطه هنا، ده النيوترال بتاع اللود مع النيوترال بتاع الجنريتور. الفولت زيرو، انتوا واخدين بالكم؟ زيرو، على الرغم ان انا موصل 3 لود انبالانسد. ليه؟ انا بقيس الفولت على شورت سيركت. خلاص هنرجع تاني كده، خلصنا الفولتات. هنبتدي نقيس التيارات هنا، ما زلنا برضو باكد على وضع التيار. هنبتدي نحط في البرانش الاول، خلي بالك اللاين هنا اهو، ده البرانش الاول. ابتدي افتح المفتاح بتاعه عشان ادخل الاميتر في الدايره توالي. بصوا كده البرانش الاول تقريبا مديني عندي 3 من 10 امبير. تمام، طيب هنبتدي نرجع تاني، هننقل البرانش ده للبرانش اللي بعده. هنفتح المفتاح عشان ندخل الاميتر، تقريبا هنا 4 او 43 من 100 امبير. البرانش اللي بعده، تقريبا برضو 33 من 100 امبير. تمام، هنلاقي في تفاوت في التيار طبعا عشان الثلاثة لود مختلفين. هبتدي هنا اروح اقيس التيار بتاع نيوترال للنيوترال. خلي بالك انا قيست الفولت كان زيرو، يا ترى التيار هيطلع كام؟ هنشيل البرانش هنا ده، هقيس التيار بين النيوترال بتاع اللود للنيوترال بتاع الجنريتور. بصوا كده هنا القيمة تقريبا 18 من 100 او تقريبا 2 من 10 امبير، على الرغم تيار البرانش بتاعهم كان 3 من 10، ده تقريبا 2 من 10، يعني تيار كبير مش صغير، خلي بالك امبير، فالقيمة كبيرة، تمام؟ مش صغيرة، ده بسبب الانبالانس بلود، تمام؟ بعد ما نقيس التيار نرجع الوضع تاني هنا كده عشان يبقى فور واير. كده انا اشتغلت انبالانس بلود في الثلاثة برانشز،
اشتغلت على 3 واير و4 واير، وقسنا الفولتات والتيارات وعرفنا الفرق في كل حاجه. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله.